اهلا وسهلا من جديد لكل الناس اللي بتتابعنا عبر هذا الصباح. واذا نحن شغلنا موسيقى او سمعنا واحده من الاغنيات في البيت وعملنا حركات رياضيه بتكون جزء من الرياضه، بتكون جزء من انت عملت تغيير في حياتك، في نفسك، عملت تمارين رياضيه بدون ما تشعر. السعرات الحراريه ذاتها، الجسم بيكون محتاج انه يتحرك، فدي واحده من الحركات. الناس اللي دايما بنشوفهم لما يمشوا الرياضه بيكونوا مركبين السماعات الكبيره في الجيم عشان ما يسمعوا الموسيقى، عشان بتديهم طاقه وباور انهم يقدروا يواصلوا ويكون طاقتهم اكثر واجمل مع الموسيقى. لكن في الجيم الرياضي دايما بنشوف الناس مختلفين، في زول دايما بيشرب مويه كل شويه، والمويه مهمه برضو كمان في حياتنا. لكن نحن من خلال رياضتنا حنشوف صالتنا بتحت الجيم، وصاله الجيم زي ما انا قاعده اقول دايما كل مره بيكون في رياضه لعضو معين في الجسم او لحته معينه في الجسم بتكون في الصاله من خلال التمارين الرياضيه ومن خلال الالات الموجوده. خلونا نتابع ونشوف اليوم شنو اللي احنا حنتابعه من خلال رياضه صاله الجيم. النماذج اللي عملت من شويه هي للعضله الرباعيه بالنسبه للارجل. بالنسبه للتمرين الاساسي هو في الارجل هو الخرفصاء السكوات، بعد ذاك تمرين الليج بريس برضه بيستهدف بصوره كبيره العضله الرباعيه، بعد ذاك تمرين الخطوه. في منها نموذجين، احنا عملنا نموذج واحد اللي هي الخطوه الثابته، بعد ذاك في خطوه متحركه. فكل التمارين دي مستهدفه العضله الرباعيه الاماميه للارجل، وهي عضله مهمه جدا مسؤوله عن حمايه المفصل بتاع الركبه. بعد ذاك ان شاء الله الفقره الجايه حنتكلم عن العضله الثلاثيه الهامسترينج، حنتكلم عنها ونديكم نماذج ان شاء الله بتاع التمارين دي.